سامر بن عيسى تفضل. هشام اولا انا نشكرك انت، انت هو جسر التواصل على الفكره ديالك هذه، يعني شفناك يعني ما شكروكش وعن بالي باللي يحبوك ويعني راهم حايبين يشكروا غير هذوك. شفناك ديجا قبل ما تبدا الحصه شفتوه قايتك كيفاش راح وبعد وغرضب، شغل غرضب مسكين واللحيه كبرت له الحمد لله. والله اصريت سامي نروح لهم انا بنفسي نزورهم واحد بواحد باش كي نجي نحكي لكم، ما نحكي لكمش واش شاف فريق الاعداد، نحكي لكم واش شفت بعيني واش انا حسيت. بالطبع دوك نشكرك انت والفريق والفريق اللي جا معاك وعميق، يعني يبان باللي رانا نلعبوا مي بصح والله عميق جدا، باسكو انا نشوف الصور ونوعدك باللي نتكفل بالقسط ما ان شاء الله من لوكا ديالي ان شاء الله. هو اللي فقد كل شيء من اجل المراه ديالو، حنا نفقدوا حاجه خفيفه ما نفقدوش، حنمدوا حاجه ربي عطاها ان شاء الله وربي يوفق ان شاء الله. يعطيك الصحه سامي، بارك الله فيك.